تمشي بقى. يعني الآن الحكومة تريد تضرب السكك لإيران، والآن لو تقرون الورقة اللي موقعها وزير النقل مصيبة اللي موقعها مع الجانب الإيراني، وزير النقل الحالي نعم، وقع على ورقة مع الجانب الإيراني منحهم ربط سككي، وأن يملك إيران الجسر اللي على شط العرب، يملك إيران، يصير ملك لإيران، لأن إيران تريد تبني جسر، فهذا الجسر إذا صار ملك إيران وارض عراقية شو إيران تطين حق التملك ببلدها. زين انت تملك على شط العرب، بعدين كل قطار عراقي يعبر يريد فلوس على الجسر. هذه مصيبة اكبر يعني. طبعا هذه الورقة، هاي الورقة اخي الان بهاي الحكومة الحالية، انا رفعتها الان، قدمت بها شكوى الى الرقابة المالية وراح اقيم بها دعوة. فهذه زين، بعدين من يريد يملك الجسر، انا اذا انت تريد تملك جسر شلون تحسب مساحته؟ غير عرض في طول. ها هو دوليا صاير هذا الموضوع؟ لا احنا بغض النظر، اذا اكو سياسه التعامل بالمثل، الماده 8 بالدستور، اذا ذاك الطرف يعطيك حق تمام تتملك ببلده، انت تعطي حق يتملك ببلدك. لكن اولا انت ما عندك، ثانيا حتى لو يعطيني حق اني ما محتاج ابني له، يبني لي جسر وبعدين ياخذ علي تعرفه على كل قطار يمر. شلون حاسبين المساحه مالت الجسر حتى يتملك الارض؟ شلون حاسبين؟ على قطر الدنقة مالت الجسر. مثل هاي الدنقة قطرها 6 متر مربع في عدد الدنق، اكو هيك بالعالم ما محسب المساحة، ما يحسب المساحة. يعني شوف زين عقل مسؤولنا العراقي، وين هاي ورق؟ هاي قلم ايراني كاتبها، هاي قلم ايراني، قلمنا العراقي بس يوقع، ماكو قلمنا، باوع مكتوبة عبارة بالاخير اعلن الجانب العراقي بتسيير قطارات المسافرين. شنو هاي العبارة التافهة هاي؟ ويطلع يصرح لمحافظ البصرة، اسمعني، يصرح يقول نبارك الربط السككي مع جمهورية إيران الإسلامية لنقل المسافرين. هاي مو نقل المسافرين، وأيضا وزير النقل صرح يقول هو فقط لنقل المسافرين. هاي العبارة يقول أعلن الجانب العراقي رغبته عن تسيير قطار مسافرين، ما بأي إلزام على الجانب الإيراني انه التمرير فقط، ويردون يخدعون الناس بانه زوار ما زوار. هسه انا اذا زائر ركبت من بغداد اريد اروح المشهد، تدري كم يوم؟ 3 ايام بالقطار. تمام، 3 ايام 250 دولار، اروح بالطياره 200 دولار. تمام تمام. فهاي الاكذوبه قاعد يستخدموها. احنا اذا انطينا هذا ما يقل خطوره عن الملف اللي نتحدث عنه، والله الخطوره المفروض ايضا يكون راي عام، واوجه للسيد الصدر الربط السككي مع ايران، مع الكويت، مع اي دوله تقع على الخليج العربي، راح يفقد حق الحصريه لميناء الفاو، وربط القناه اللي ترتبط بتركيا يفقد اهميتها. وخذوها من عندي كخبير احكيها، اذا انطينا ربط سكك لايران أو الكويت أو أي دولة تقع على الخليج العربي، يعني ميناء الفاو ما راح نحتاج أكثر من 10-15 رصيف، يعني راح يلغي الكبير. هذا كاسر الأمواج اللي مسوينه مال 91 رصيف راح ينتهي، شركة الموانئ تتحول إلى خاسرة، أرباح الموظفين تروح، عمال الشحن والتفريغ يظلون واقفين بالشوارع. أهل الاختصاص وين بالوزارة معالي الوزير؟ أخويا منو يحترم الاختصاص؟ أنا هسه القاعد قدامك، يعني من هذا العقد يمشي ويتم التوقيع ما يشوفوا ما يطلعون عليه؟ إي أنا دزيت كتاب سؤال برلماني مدير الموانئ، أقول له قل لي شنو رأيك بالربط السككي لنقل البضائع؟ صار له شهرين ثلاثة ما يجاوب، ما يقدر، بس يجاوب ويقيلونه. تمام؟ شوف بس الامانه، امانه الوظيفيه، والله الامانه يقيلونك افضل واشرف من انه تسكت عن هذا الموضوع.